طيب الأهلي يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى المهندس هاني بوريدة في وفاة شقيقه، طبعا واحد من الرموز في اتحاد الكورة كان المهندس هاني بوريدة، وواحد من الناس المهمة في الاتحاد الدولي في المكتب التنفيذي والاتحاد الأفريقي المهندس هاني بوريدة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي إلى المهندس هاني بوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه المهندس عصام أبو ريدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. طبعا المهندس هاني بوريدة واحد من رموز الفيفا والكاف، واحد من الناس اللي كان ليها دور مهم جدا في وقت صعب، يمكن من بعديه الاتحاد اللي جه واللجان اللي جت بعد كده محتاجين خبره المهندس هاني بوريدة.